الفصام هو اضطراب عقلي شديد يفسر فيه الأشخاص الواقع بشكل غير طبيعي، وقد ينتج عن الإصابة بالانفصام في الشخصية مجموعة من الهلوسات، من الأوهام، من الاضطراب البالغ بالتفكير والسلوك. وحسب منظمة الصحة العالمية، من بين كل 100 شخص في شخص واحد عنده هيدا الفصام. أكيد يا ليا، ما هو مرض الفصام وكيفية السيطرة على هذا المرض ومن هم الأكثر عرضة للإصابة به؟ معنا الدكتور أحمد خالد تاجي، اختصاص أمراض نفسية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يا هلا. صباح الخير دكتور. أهلا يا هلا. يسعد صباحك. يعني بالوضع البيئة الاقتصادية، كورونا والأوضاع الصعبة اللي مرقنا فيها، بتلاقي في الناس عندها اضطرابات نفسية بشكل كتير كبير. يعني كل حدا يعني لحاله عنده شيء مختلف عن الآخر. شيء بيقولوا اكتئاب، شيء بيقولوا فصام، شيء انفصام، شيء أسماء كثيرة. خلينا نحكي عن الهلوسات، عن القلق الدائم. هل هو حالة نفسية أو فينا صنفه كمرض؟ تمام. هلا اكيد يعني الفتره هذه هي فتره عصيبه على الكل، والحاله النفسيه اللي كنا عم نحكي قبل ما نفوت مع زميلتكم، انه فعلا الحاله النفسيه خلال الفتره الماضيه مع الكورونا كانت اصعب كثير من الحاله الجسديه. نحن سوينا مره بصباح الخير وحكينا على موضوع التاثيرات النفسيه المتعلقه، بس الحقيقه موضوع اليوم الفصام ما كثير له علاقه بموضوع الكورونا بحد ذاته. الفصام هو مرض احنا بنسميه اضطرابات، يعني نحن موضوع نفسي كلمة مرض عنا إياها اسمها اضطراب، لأنه بيتباين من شخص لآخر الأعراض. الفصام هو من الأمراض الصعبة كتير، فعلا نسبته 1% تقريبا، يعني عنا عدد كبير، بس هو مشكلته الكبيرة هذا المرض أنه بيعطل حياة شخص كاملة. تمام. يعني بيأثر على حياته وبده علاج لفترات طويلة وقد تطول طول العمر. بالنسبة للأعراض اللي ذكرتيها، هي الشيء الحقيقي الحلو، نحن الصبح ما بدنا نعطيهم كثير مواضيع علمية، بدنا نحكيها كفرفشة. الحقيقة هذا المرض بيتداخل كثير مع مواضيع السحر ومواضيع الشيء اللاواعي والأفلام كلياتها اللي بنشوفها هلا، كلها بتحكي على هالأمور هي بطريقة قريبة على المرض هذا. الإهلاسات الحقيقة هي إدراك خاطئ، يعني نحن إدراكنا شو هو؟ إدراكنا هو شو بيجينا عن طريق حواسنا الخمسة، أكيد اللي هي السمع، العين، اللمس، كذا كذا. هدول الحواس الخمسة عند هذا المريض، واحد منهم وأهم واحد السمعي والنظر بيضطربوا. يعني نحن بالعادة الصوت بيجي من عندك، هلا جاييني هواء بيفوت على اذني بيطلع على الدماغ بيترجم. تمام. هو حقيقة بيسمع صوت حقيقي، صوت تمام. شخص عم صوت حاكي. متكلم. هلوسات بتصير مع دكتور، نفس صيغة الصوت اللي انت عم تسمعيه هلا، هو صوت حقيقي. والمشكلة بهذا الصوت انه بخليه ينفذ الاوامر اللي هو بيحكيها. تمام. يعني اذا قال له روح اقتل، إذا قال له روح انتحر، إذا قال له مثلا طب لا تطلع. ليه هيك بيوصل؟ اضطراب كيميائي بالدماغ سببه مادة الدوبامين بالدماغ. أنا يعني قلت لك ما بدي فوت كثير مواضيع العلمية لأنه لسه على الصبح ما بدنا نزعجهم. لا بس مشان هيك بس نتعرف أكثر. هو من الاضطرابات الصعبة، ولذلك نحن بيجوا عنا على العيادة بوقت متأخر شوي، إنه ببلشوا بالبداية يفكروا سحر، إنه في حدا ساحره، إنه عم بيحكي مع حاله، هن ببلشوا يشوفوا إنه عم بيحكي مع حدا بالغرفة. مع مين عم بيحكي هذا؟ ابني او مع مين عم بيحكي؟ زوجي او اخي او كذا. بعد فتره بيبدا عنده كمان موضوع الاوهام. الاوهام الحقيقه فرقه عن الافكار. هلا نحن مره حكينا هون بتوقع عندكم الاخباريه على الوساوس. هلا الوساوس هي افكار بتفوت عقل المريض، بس المريض بيعرف انه غلط. ولكن بمريض الفصام بيصير عنده الاوهام اللي هي اعتقادات ثابته. يعني ثابته راسخه ما بتقبل الشك. لذلك نحن تمريضيا وطبيا ما بنناقش مريض فيها، لانه هو مستحيل يقتنع. يعني هو اذا بيقول لك مرتي عم بتخوني رغم انه حابسها هو بالبيت صار له سنه وقافل عليها الابواب، لا 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 لا، اكيد عم بيهدوا من الحيط وعم بيفوتوا. اكيد. وبيلاقي مبررات للصوت اللي عم يسمعه براسه. والصوت والفكره، يعني هن شغلتين خطيرين، الصوت والفكره. وعندنا شغله ثالثه طبعا، هون لازم نفرق بين الفصام اللي هو اضطراب. تمام. الناس بتفكروا هو شخصيتين، لا هو مو شخصيتين. هلا دكتور بيقولوا نحن في عنا من الاعراض ايجابيه وسلبيه. تمام. مثل ما حكيت دكتور انت هلا الاعراض هي بس الاطباء بيعرفوا. الاعراض الايجابيه هي مثل الاوهام والهلوسات. هلا بنيجي نحن عن الاعراض السلبيه. هلا الاعراض السلبيه مثل عنا عسر النطق، العزله الاجتماعيه، وكثير من الامور يعني الصعبه الواحد انه
خلص حتى في عنا اضطرابات النوم يعني، وخلص وبينعزل عن كل العالم وكل حياته بتتخربط. خلينا نحكي عن هذا الشيء، انه حتى بيوصل لمرحله انه ما عاد يقدر يحكي. تمام. هلا بالفصام عندنا الاعراض الايجابيه بنتذكر في حضرتك اللي هن الاوهام والاهلاسات، سلوك غير منتظم، سلوكه بيتغير، يعني بيلاحظ انه سلوكه هذا سلوك غريب، ما هو السلوك الطبيعي لهالشخص، الكلام تبعه بيصير مختلف عن الكلام الطبيعي. والاعراض السلبيه هل هي تسطح الوجدان، الحقيقه الوجدان هو المقصود فيه الشيء اللي بنشوفه نحن على الشخص. تمام. التعابير اللي بنلاحظها على الشخص هي الوجدان. مزاجنا هو شو بنعبر نحن، بس وجداننا هو اللي بنشوفه نحن. بتحسي مثلا بيحكي على شغله كثير حزينه بس وشه كله ضحك او العكس. فبتحسي يعني وشه ما في اي تعابير جامد هذا المريض، بالإضافة إلى فقر الكلام، العلاقات الاجتماعية، كل هالشغلات اللي ذكرتيها. بس لازم نفرق هون بين شغلة كتير مهمة الناس ما كتير بتنتبه لها، مو كل مريض عنده أوهام أو أهلاسات هو فصام. تمام. يعني الفصام بحاجة لتشخيصه 6 شهور، بيخلنا نراقبه 6 شهور، خلال 6 شهور بده يكون في شهر من الأعراض هيدي اللي ذكرناها بشكل واضح. ولكن الاوهام والاهلاسات بترافق مع كثير شغلات، ممكن ترافق مع اكتئاب. اكيد اكتئاب اذا اشتد ممكن يصير يسمع صوتي يقول له انت مالك منيح، انت سيء، موت، روح انتحر. بس بالعاده بتكون متوافقه مع مزاجه. تمام. يعني مزاجي حزين بتكون الاوهام والاهلاسات هيك او الاوهام هيك. فالحقيقه لازم هون نفرق بيناتهم. ممكن يجي الزهان بامراض عضويه، يعني شخص طالع من عمليه بتلاقيه ممكن يقول لك انه في حدا عم بسمع صوت، في حدا. ممكن تكون الاهلاسات هي اهلاسات طبيعيه، يعني كثير منا اكيد صارت معكم ممكن تجي فتره وتروح. طبعا هي بتكون طبيعيه. طبعاً. طبعا يعني اكثر شيء طبيعيه هي الصبح وقت نفيق وقبل ما ننام. يعني كثير احيانا نحن وقت نفيق الصبح نسمع صوت حدا عم ينادينا بالبيت، صح، رغم انه ما في حدا بالبيت، شو اجت ماما او اجت هذا الساكنين لحالنا، بنفيق ما بنلاقي حدا، فهذا طبيعي. او قبل ما ننام نفس الشيء، هيدي الاهلاسات الطبيعيه. دكتور بيقولوا الاطفال مثلا او المراهقين ببلش عندهم، الاطفال ما في عندهم فصام، بس ببلش من عمر 18 لعمر 30 انه بيبين انه اذا هذا الشخص معه فصام او لا. خلينا نحكي كيف ممكن نحن نميز، او حتى الاهالي يميزوا اذا اولادهم او بفتره مراهقتهم معهم فصام شخصيه او هن اشخاص طبيعيين. لا هون اخطر شيء اللي حكيتيه الحقيقه، ما بدي اياهم يميزوا منوب. ما في داعي للتمييز. لانه متى ما فتنا نحن بهالدوامه هيدي، اعطينا الشخص الشيء السلبي اكثر واعطيناه الافكار السلبيه وبلشنا نقرا وبلشنا كل نكشه لقيناها. نحن ما بلشنا اختصاص هيك. تمام. صرنا كل ما نقرا شغله ايه والله موجوده عندنا، بلشي بعد منا تقدري تعملي مثل حاجز للموضوع هذا. فانا برايي كثير غلط، بس اذا لاحظوا عليه تغير بسلوكه، لاحظوا عليه انه هو بدا يحكي بشغلات غريبه، بمواضيع خارجه عن المنطق او مواضيع كثير متعلقه بالكون وبالسماء وبالفضاء وهو صغير يعني لساته، معناته نحن خلينا نتوجه للطبيب عشان يشخص صح. لانه مثل ما قلت لك الاهلاسات هي مو بس فصام، لا يخافوا يعني. ممكن طبعا لازم نهتم ونراقب، بس ممكن يكون مثلا اخذ سيجاره حشيش، ممكن يكون اخذ حبوب، ممكن ياخذ اي شيء من المخدرات، ممكن تسوي له الشيء هذا. فنحن يعني لازم ما نشخص، نحن لازم بس كاهل نراقب. اصلا للاهل شو وظيفتهم؟ يعني نحن الاهل دائما بنحكي فرق نحن عن بلاد برا. الحقيقه بيقولوا الولد بياخذوه برا، لا ما بياخذوه، بس اللي برا كل الناس عم تدفع ضرائب، فالولد هو مسؤوليه الدوله، الاهل وظيفتهم يربوه، بس اذا غلطوا بتربايته بياخذوا الدوله، هيدا الفرق، فهمتي علي؟ نحن عندنا لا، الاب مسؤول عن العائله مو المجتمع، بس هذا الطفل هو مسؤوليه العائله انه يتراقب، مسؤوليه العائله انه ينعطى كل شيء صح. فمو شغلتهم انه هن، واصلا غلط ويعاقب بالقانون عليه انه هن ما بياخذوا عند دكتور عشان يتعالج من هالشيء هذا. نعم. هي ثقافه الدكتور النفسي كثير عندنا فكره مرعبه، يعني دائما بس نلجا لاي طبيب، ما بدي اشمل الكل طبعا، بيلجا للادويه. تمام. يعني حتى بعيدا عن الموضوع، حتى للاطفال بيلجا للادويه المهدئه، ولا يمكن ما في هذا العلاج يلي شوي بالحكي بالفضفضه يلي نحن كثير بحاجه له مثل ما بنشوف قبل الدكتور. بس خلينا شوي نحكي عن طرق العلاج. هلا بس في فكره قبل ما نحكي بطرق العلاج، بيظهر كل شيء قدام الاهل او قدام المجتمع او قدام العالم المريض؟ يعني بيظهر كل شيء للخارج؟ طبعا الاعراض تقريبا بموضوع يعني الزهام بتكون واضحه، لانه بيصير عنده كمان نوع من الهياج وبيعصب وبيضارب،
بيتغير كل شيء بشخصيته تمام. تقريبا فبينتبهوا يعني مو صعب انه ينتبهوا لهالموضوع. خلينا نروح على العلاج لكان تمام. هلا فكره كثير مهمه حكيتيها انه نحن بنعطي مهدئات، هيدي الفكره دائما وين ما بنروح بضلهم يحكوا لنا اياها. طبيب الاسنان حيزوركم في طبيب اسنان هم في اوكي عشان نحكي براحتنا. مثلا اطباء الاسنان بيعطوا مهدئات اكثر، الاطباء كلهم بيعطوا مهدئات او المسكنات اللي بتساوي ادمان اكثر منا. احنا ما بنعطي شيء بيساوي ادمان. احنا مثل ما حكينا موضوع الزهام متعلق بماده بالدماغ ناقل عصبي. نحن كل شيء اوامر بجسمنا من فوق لتحت بتجينا من دماغنا بواسطه مواد كيميائيه صغيره 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 ما بتنشاف الا بالمجهر. هي المواد الكيميائيه بتحرك لنا كل شيء، القلب، الكليه، الكبد، كل شيء. وبنفس الشيء افكارنا ومشاعرنا. فنحن الادويه اللي بنعطيها هي لحتى ترجع هالماده الكيميائيه الناقصه لوضعها الطبيعي. احنا ما بنعطي مهدئات الا بالحالات الشديده كثير. فهون الفرق، الادويه اللي عم نعطيها هي ادويه علاجيه مثل اي اختصاص ثاني. اوكي. فعلاج الزهان خلينا نقول او الفصام، اذا كان فصام فهو علاج دوائي 100%. حتى العلاجات السلوكيه بتفيد شوي انه ندمجه شوي بنشاطات وحتى ما يرجع يتراجع اكثر. لانه الفكره السائده انه اكثر المتسولين والناس اللي بيناموا بالشوارع هن الفصام. لا، هالكلمه مو صح. الفصام بيصيب كل طبقات المجتمع من المليونير للوزير للفقير لكل العالم. اوكي. بس بسبب انه الفصام مدمر للحياه لانه ما بيعود بيقدر يشتغل، هو قاعد طول الوقت مع افكاره والاصوات اللي عم يسمعها بيبدا ينحدر اتجاه الاسفل، فبنشوفهم بوضع مادي سيء وكذا، بس هن لا، وبيصيب كل الناس. العلاج هو دوائي، بس اهم شيء انه نشخص. طب بركي ما قبلوا ياخذوا الدواء، يعني كثير من الاشخاص وقت يعني الخطوره بيقولوا انه لا ما بدي دواء. احنا عندنا ثلاث حالات من الداخل، اذا بدا يشكل خطر على نفسه او خطر على الاخرين وقتها نحن بنتدخل بشكل حازم وبنعطيه الادويه. ومتى ما اخذ الادويه اسبوع زمان حيرجع يخف الاصوات هيدي والافكار وبيبدا يتعاون معنا. اكيد دكتور. انا بس بدي اقول شغله كمان علقت عليها انه نحن ما في علاج نفسي. لا، في علاج نفسي باكثر العيادات، بس للاسف لسه بسوريا ما في قانون للصحه النفسيه. يعني كل دول العالم فيها قانون الا سوريا، وبنتمنى اذا حدا عم يسمعنا يشتغل على الشيء هذا. يعني احنا معالجين نفسيين ممنوع يفتحوا عيادات. هم بيفتحوا وبشكل غير قانوني ضمن عياده الطبيب او ضمن المنظمات الدوليه، بس انه ممنوع انه يكون عندهم عياده يكتبوا ارما انا معالج نفسي والشيزلوني وال هي ممنوعه بسوريا. هي الحاله بس عم نلاقي ب يعني بمنحه ثانيه عم نلاقي كثير مرشدين نفسيين وخاصه للاطفال بالمدارس. يعني مو تماما، وحتى ممكن بالمراكز او شيء بيعدوا بيحكوا الاولاد او بيلجؤوا لهم بعض الاحيان. هدول طيب مرشدين، طب الدكاتره يعني وخاصه هلا اكثر، يعني كلنا بحاجه يمكن لدكتور غير المعالج النفسي، يكون عند دكتور نفسي مختص. يعني الدكتور النفسي وظيفته الحقيقه هو قائد المجموعه. بيكون بالمجموعه في كثير اختصاصات، بيكون في معالج اجتماعي، معالج نفسي، وبيكون في اخصائيين نطق واخصائيين صعوبات تعلم وكل هالشغلات هيدي. تمام. هيك العيادات بالعالم كلها. نحن وظيفتي اني انا اشوف المريض واقول هذا بده دواء ولا لا. اذا ما بده دواء بحوله على المعالج النفسي اللي هو بيشتغل عليه، اللي هو خريج كليه التربيه. تمام. ما له خريج كليه الطب. ما له خريج طب. صح تماما. هلا دكتور خلينا نحكي الضغوط النفسيه مستقبلا ممكن يصير الشخص معه فصام. يلي معه فصام مثلا هو بيعرف انه هو مريض وبحاجه علاج ولا لا؟ وكثير كمان في عنا افكار عن هدول الاشخاص، يعني يلي معه فصام هو بيكون شخص خطير بسبب مثلا سلوكه، بسبب الهلوسات اللي بتيجي معه والاوهام. خلينا نحط كمان نسلط الضوء على هي النقطه. يعني الفكره الاساسيه اللي بدك اياها الفكره الاساسيه الدواء يعني انه ناخده ولا شو؟ لا الشخص يعني انا مثلا خطير. اكيد خطير هو، انه هو مثلا انه العالم شو كيف ممكن يكونوا صداقات مثل ما قلنا انه هو بيعمل عزله اجتماعيه وببعده مثلا ما بيصير عندهم صداقات. سؤال كثير حلو الحقيقة. وعزله اجتماعيه. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، نحن كيف يعني ممكن نتقرب من هدول الاشخاص، كيف فينا نتواصل معهم مع انه في مثل ما حكينا انه هن على الاغلب هن يعني اشخاص خطيرين. خلينا نحن مثل ما قلنا قبل شوي انه العلاج هو دوائي، ولكن قلنا ممكن نستعمل العلاج طبعا. النفسي اللي حكيت عليه زميلتك قبل شوي فعلا ممكن نستعمله بهالحالات هي. نحن وظيفتنا انه نساعده على انه هو يتقبل فكره انه هو مريض ويبدا يندمج. هلا كان زمان المرضى هدول يحطوهم بمشافي مثل مشفى ابن سينا هذا الكبير هيك حدائق وكذا ويزتوهم طول العمر هنيك. هلا بطلت لانه صار في عندنا ادويه كثير منيحه، ادويه بتساعده انه يمارس حياته بشكل طبيعي. الوظيفه هو انه نامن له الدعم الاجتماعي، نشرح للاهل شو الوضع شو هو، لانه الاهل بيكونوا فايتين ما عارفين شو صاير.
فانت اذا شرحتي لهم كيف طريقه التعامل معه، امتى لازم تجيبوه لعند الطبيب، امتى في خطوره وامتى ما في خطوره، هذا الشيء كثير حيساعده، لانه حيخلي الاهل يطمنوا ويقدروا يتعاملوا معه بشكل صح. الاهل بدورهم حينقلوا هالفكره للناس المحيط اللي فيه، الاصدقاء وكذا، انه هذا شخص طبيعي لا تخافوا منه. فعلا هو شخص طيب، هو ما له شخص سيء مريض الفصام، بس لما بتجي الهجمه هي الشديده ما بيكون واعي لهالشيء. شو لازم يتصرفوا، يبعدوا او ما يبعدوا ابدا؟ شخص لازم يعيش حياته بشكل طبيعي. ما اذا حضرانين فيلم اسمه The Beautiful Mind؟ نعم، هو من الافلام الرائعه اللي اخذ عده جوائز اوسكار. هو عن قصه حقيقيه لاستاذ بروفيسور كبير بالرياضيات بجامعه ببريطانيا، بيصاب بالذهان وبيبلش يتخيل اشخاص موجوده جنبه بيشوفهم انه هن جايين من المخابرات وبدهم ياخذوه، ومره بيحاول يقتل بنته بالبانيو انه بده يخبيه على اساس زوجته كثير شخص جيد بتساعده كثير، بضل واقفه جنبه بياخذ العلاج، بينكس اول مره. ليش بينكسوا المرضى على فكره على العلاج؟ هي فكره كثير مهمه، لانه الاثار الجانبيه احيانا للادويه سيئه، فمواضيع جنسية ومواضيع كذا، فأحيانا بيبطلوا الدواء، بس بعد فترة ببلشوا يتعودوا انه لازم ياخذوا الدواء. بياخذ الدواء هو والقصة حقيقية، يعني قصة واقعية، انه مسلينا عن واحد حقيقي، بروفيسور حقيقي، بيرجع على الجامعة وبيكتشف اكتشاف كثير ضخم، وبياخذ جائزة نوبل بالرياضيات. ولما بيجوا بدهم يعطوه الجائزة بينادي لواحد من طلابه بيقول له هذا حقيقي ولا انا بتخيله اللي جاي اللي عندي اعطيك الجائزة. فتصوري قديش يعني برا مهتمين بهالاشخاص هدول، ونحن مهتمين كمان، بس بدنا اكثر لسه بدنا حتى يعيشوا حياه طبيعيه، حتى من قبل الاهل ومن قبل الاشخاص، انه كل حدا يقول ما يستحي انه انا بعاني من اي وما شيء. نتاخر، عم يتاخروا كثير بسوريا بالجي لعند الطبيب الحقيقه، مثل ما قلت لك، لانه في كثير اماكن، يعني انا احيانا في كثير مرضى بيتحسنوا عندي بيردوا بيرجعوا بياخذوهم، بيوقفوا الدواء بيحاولوا يعالجوهم بالطريقه التقليدية الشعبية تبعنا. والطريقة التقليدية الشعبية أنا مالي ضدها، يعني إذا كانت أمور دينية هذا مجتمع بالنهاية، بس نحن بننزعج. يعني مثلا واحدة مصابة بالفصام مرة عمرها 16 سنة 15 حتى 15 ونص، أعطيتها الدواء وتحسنت خلال 5 أيام، بعدين جاب لها حدا، جيت ثاني مرة على زيارة لقيتها مضربة من فوق لتحت وحروقة، يعني عامل فيها العجائب، بده يطلع على الجن ومدري شو. طبعا أنا رأسا سحبت ورفضت، وكنت أخبر بصراحة يعني كمان مشكلة بالموضوع. صحيح، طفلة صغيرة لازم يكون أكثر وعي عند الناس. دكتور، قبل ما نختم وبالختام، خلينا بس ننوه، ممكن يكون المرض وراثي، أو ممكن هذا المرض يروح ويرد يرجع بالختام، خلينا نختصرون، وأيضا خلينا نحكي أكثر الأعمار يلي ممكن ينصاب فيها الناس. تمام، هلا الاعمار تقريبا بدا 20 سنه. أوكي. بالنسبه للوراثه في فرق، نحن عندنا بالامراض النفسيه شيء احتمالات الاصابه اكبر. يعني مثلا اذا تزوج مريض، اذا الاب الفصامي بتصير النسبه 12% انه يجي احد الاطفال الفصاميين، اذا الاب والام فصاميين قد ترتفع النسبه ل 40%. اذا التوائم مثلا تزداد الاصابه عند منهم. فما هو شيء مكتوب انه مثل الامراض المؤكده وراثيا، بس نحن عندنا في خطوره، احتمال الاصابه اكبر، لذلك نحن بننصح بعدد اولاد اقل نوعا ما بمرضى الفصام. كان زمان يمنعوه من الزواج، هلا مسموح يتزوجوا بشكل طبيعي، بس نبحث طبعا بالعائله الثانيه انه ما يكون في مريض فصام حتى ما تكثر احتمالات الاصابه. اكيد. بس سؤال اخر شيء، منين جبتي الاعراض السلبيه؟ انا شاطره. ولا كل شيء صار على الانترنت متاح، ولكن احيانا برافو. هو هذا الموضوع كثير بيهتموا فيه اكثر الاشخاص، بيقروا لانه بتحسيه غريب، انه غريب وما له كثير موجود. لا حدا بيسمع صوت، كيف عم يعمل هيك؟ يعني حلو، هو الاعلام هو ثقافه، فانا بلجا لهذا الشيء. والاعلاميين لازم يكونوا كثير اكيد. دكتور، نتشكر وجودك معنا، نتشكر نصائحك القيمه، ونتمنى الشفاء لكل المرضى. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك دكتور.